ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ama şeyde başlık değişeceği. ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويدمن. خدي زنجان زنجيني به الملتي خجمريتي بك يعني الوان حقيقية جوان فقيرية وان تامينك يستغنى عنه جيتي استماكرني ويزمن بلا عدد زيبه ده خجمريتي اه بلا او دو در باس بو سر شعر دو يعني ام در باس بو ازنا تفيه به كتاب ما قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كتاب ما قرآن الكريم سورة طلاق وآية حشتا ويازدا ربي عالمي وهاد بجا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناهم حسابا شديدا وعذبناهم عذابا نكرا بلي. يعني وكم وكأي من قرية يعني بري جباجارو أوج جندا كعتت عن أمر ربها يعني طغت عصا كبي أمري وطغيانيا أمر ربي خكربون ورسوله أو عتت عن أمر رسوله جي أمر رسوله خداجي كدر كتبون فحاسبناها خدايت على يعني فحاسب وكابجا فحاسب ناهم حسابا شديدا على اعمالهم في الدنيا الدنيا اذا ما وندا سرح حسابك شدت لي وندا حاسب كرن وندا عذاب داني وعذبناها اوان قريتها عذابا نكرا اجا في الاخره يعني عذابا عظيما منكرا عذابك مزني بيس يعني بلى فحاسبنا حسابا شديدا تمام هي الآخرة دا يعني ند الدنيا دا أزلم فحاسبناهم على أعمالهم في الدنيا حسابا شديدا حسابناهم فحاسبناها تمام وان قريتها يعني أهل قريتها تمام أزلم وعذابناهم عذابا نكرا أو إجابة أخرى يا ولا هذه نقية أخرى ولا او تفسيره كي كتاب شديد في الدنيا تنا سيدا تفسيره ميسر لبامنا وصل بشه مني حاسبنا حسابا عسيرا على اعمالهم السيئات وعذبنا عذابا فظيعا في الدنيا والاخره دبا هر دو جيب دنيا واخره تبغى ما بعد عذاب دان بلي فذاقت وبال امرها اللي معنا طعم كنن عذابي وكفر اخو وكان عاقبه امرها خسرا اندی عاقبت و سون جا وی امری وان وی دور ما وان وی کفر وان جی بو خسار بو زرا بله ام در باسته بین بله فزاقت عقوبت اعمال سیئتی و کان نهایت خسران فی دنیا و الاخره اوت اعد الله لهم عذابا شدیدا خدایت على حاضر کر یجوان عذابا کشرتلی فاتقوا الله یا اولی الالباب اي ابي خوي عقل جو خدا بترسن يعني خدا تعالى ابيات بجان يعني ازورا ارنك تدن مني اي انسان متقي ربي عالمي من لطفة خو بيتشتي بجا اي انسان بعقل انسان مؤمن فانا اواكرن ربي عالمي بلاوان عذابي وان داوان الشيخ وبدن سري خو وتشكي وصا جوا فيدرنا بها فاتقوا الله يا اولي الالباب اي ابي خوي عقل شو خدا بترسن اجا كينا اول الالباب الذين امنوا ابي ايمان انينا قد انزل الله اليكم ذكرا محقق خدا تعالى شيان ديا ببال وبا ذكرك ايكا ذكر شيه بيان اويد كه بدل يعط بيان شبشوي ذكري باجي رسولا كم رسولك شيان ديا يتلو عليكم ايات الله تبكم بلايك يعني حس جبرائيل باجي يتلو عليكم آيات الله أو شو بيجا شما جراتي قوتن يعني أو رسولي هاني تبا زي ذكرين با يا فريق وصا ذاكرة بيا نفسا ذكري يا جي أوي مضافك مقدر بك كو زي ذكرين أو ور حاصل أوي بخير بالتفسير درسري بسكنة ثم قد أنزل الله إليكم ذكرا أنزل وانزل به قبل جبرائيل عليه السلام ما بكر بلى زمان
كي رسول انسان نينا بعث مني يتلو عليكم آيات الله كد خوينا لسر وآيات خدا مبينات بيان وصا آتشخن ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور جبويكو اي ايمانتين وعمل صالح دكين وان درخه طبي بشتكو جوانا دخوينا او جبي عمل دكين آب بي نواي وان درخه جطاريتيا كفري ببال رونكايا اسلام ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا كي ايمان بخده بينا وعمل صالح بك يدخله ملك يدخل جنات تجري من تحتها الانهار يدخل جنات تجري من تحتها الانهار اي قضيت على وين داخل بك يدخل جنات تجري من تحتها الانهار كو شم دبني واندا دحركن اي قضيت على وين داخل بك تنكي جنتي كو تجري من تحتها الانهار كو دبني واندا شم دمشن خالدين فيها ابدا او ابديا دائمي دوان جنه دامن قد احسن الله له رزقا محقق قد احسن الله له خذيت على جوي منيرا رزقك خش قنج دايك يعني مني اندر باستبان عتت عن امر ربها يعني اعرضت عنه على وجه العتو والعناد ابيان جي خدا جي امر خدا جي وحي الهي روی خود فتنینه اویا به کبر و عناده نه یعنی بزانی نه به دلیل نه به تواضع به کبر و به عناده اویا روی خود جو وحی الهی فتنینه آجا حسابا شدیدا یعنی بالاستقصائی اسما کبیر روی خود شده اعرضت عنه عتل امر ربیا امي رب خو اعراضك يعني اعراضك يعني بريخو نادك بشتغل ديك يعني اوه مش قول ريخو ريخو بريخو عيني معنى اوه يعني قبول ناقا يعني كنا دي بشتغل دائما يعني جبي عيشي بريخ فتلان دي ايه اوه مالي حسابا شديدا حسابك الشدتين بالاستقصاء والمناقشة ها حسابا شديدا شو يعني بالاستقصاء والمناقشة يعني ب صون درجة يعني شدت ياوي باستقصائي يعني كو عندي جوي ويدا او كتنا او بدا مناقشة شو اتشد بس يعني صون حدودي يعني جي بزوت دا تنا ايه اجا شما مناقشة بجا من بمناقشة حسابا حسابك كنت تدا مناقشة بالاستقصائي يعني حسابك كنت انا اوجي بالمناقشة يعني طبيب دمك اوجي تشتك وبوام ما وشكون دافع غتكن يعني بيم دافع نين يعني ازبيم يعني حسابك كنت انا مناقشة هي يعني كو عذاب عذابك جيرانة يعني بارك جيرانة يعني مثلا بصر رحات رحات بي خراخر بي تدي مثلا يكي كو اوكبه كو عيشي وانا نابا كو يبكى اجا مناقشة دا هي و اوكا يعني حسابه كي وصا اوكا ها قنقشلية يعني ها وصا خوضا بيجا بلا عذابا نكرا عذابا وقولي ان نكرا جاتيا يعني منكرا عظيما عذابك كي كو منكرا عذابك كي كو صون درجة ناي قبول كرن نباشا بيسا ومزنا عذابك كي قلق قلق مزنا بلا والمراد اجا بلا بلا عذابك في نكرة يعني كو ماهيته ويشان تين كاركن يعني تزاد مر أو عذابي تشتي كو بيخ أبو الكرنينة يعني كو طاقة وقوة إنسان بركتية يعني برتشتي مظلم أظلم يعني منكر دمك يعني إنسان جي خوشلانمش نابا إنسان تكسلمش تبا إنسان جي نفرتك إنسان جي آوة عذاب كيوسا يعني عملي إجا والمراد وحساب الآخرة مرتب عذاب النكران عذاب آخرته وعذابها عذاب آخرته جي ما يذوقون فيها أبي كنت عمدك من الوبال جو وبال يعني أبي سوجي كرنة قني كرنة ما يذوقون فيها من الوبال يعني من العذاب يعني أو تشتكو
يعني طعم دكن دوي اخرت دجوي عذابي جي اوا يعني ها نوصا ما يذوقون فيها في الاخرة من الوبال من العذاب يعني جت شع عذابي كنتي تعم كده مالي قناية عذابي خدش قناية عذابي خد يا عذابي قني عذابي قناية خدش يذوقون فيها يذوقون طعم دكن فيها داخلت ده طعم دكن من الوبال يعني جت شع وبالي قناية يعني جي عذابي قناية إيه تمام يعني جي عذاب عذابي أخرى ما يزوقون فيها عذابي آخرة أبا ما أو تشتك يزوقون فيها ده آخرة ده زوقت كنا أو ما جتجي من الوبالي وبال أساس جي جياي مرعايرة أو جياي كبر ضرار ليه جويرة دبيجن وبال إذا دمك عذابي آخرة بنزت مشكلة بوي جياي مرعاي كبر ضرار ليه حيوان را جي إنسان را يعني أوي كيوسا عذاب كيوسا يا رام يعني وبال شن يا رب باشمو دبي وبال دبي زنب شيء عذاب جناي خوصل بجسد هذه عذاب عذاب وبال ما أنا عذاب أز غلام وبال صالغة أيقون olmayan يو kötü son akibet şiddet fesat vesaire bu ما معنى تبعت ويلقون من الخسر ويلقون من الخسر وانا لقي خسارة من يعني دبي بازارة خدا خسارة كن وجيء به على لفظ الماضي إجا تدي مثلا آية فذاقت وبال أمرها وانا تعم كرنا جي فيزوقون مثلا وبال أمرها بوتا أو إذا تعم بكني قيه آخرت ناطية إيش ما دي تعم كرنا جي تشتي محق ووقوع كالواقع يعني ربي عالمي يعني وعسى عسى جبر كوبيبه عندي هم وقع كوبوبه ودر باص بوبه بوبه ماضي تشوف ربي عالمي وصفي فاضتك من وجيء به على لفظ سيد خبر خدا خبر خدا جبوك محقق وقوعي جرشك وكي كوبوبه جي عيني وكي كوبوبه جي يعني بلي بلي ابي انا انا بلكي بود دي جي بود دي جي قران اذا اواطي عيني افاده يلو عيني بيتش دي بود شان جرد في جار كي تنينينه بلي وجي ابي على لفظ الماضي كقولي وقوتنا خدا تعالى ونادى اصحاب الجنه غازي كرنه ونادى اصحاب النار اغري اهل جهنم غازي كن اهل جنه غازي دك غازي كن اصحاب الجنه يا اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مال ايجا فهل وجدت ما وعد ربك مال مال ايجا ونادى اصحاب النار او مال يعني فعلا فعلا ماضي فعلا ماضي باي خطاب دك ا بنزل فياجي يعني ما جو تش ما جو لفظ ماضي وقت يعني بمعنى مضارعيه يعني جبركم محققتياوي خدای تعالى دشونا مضارعنا ماضي استعمال كنيه ونحو ذلك وبنزل في عمان آياتا تشمه لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقا في الحقه أو تشتكوتي انتظار كرن جوي وعد خدا جوي صوزك خدا ضايا بمؤمن را وان قفك خدا دخاء لسر مكافرة أبيا ملقا في الحقه أو كسين لك لا لأن المنتظر ملقا تشتي كنت بكره مشكلين اي ورا لقا كن حق ده خدا يعني هرانجي بي انجلمكي هرانجي بي كو او تشتكي بي يا نبنينه كسين كسه اجبر رب العالمين عندي بلفظ ماضي ده ifade كده وما هو كائن فكان قد كان او يعني تشتي محقق لو كل واقع بيجا او تشتي كو او كائن او الا ببه سانكي بيه او درباس بيتش ماني وقوله قوتنا قد تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا أبي تكرير يعني ربي علم تكرار ذكا للوعيد جبونا به قفا كل واندخو وبيان لكوني مترقبا وبيان ذكا افتشتهاني تي ريبان كرن ريبانا ويتي كرن افتشت يعني تي مراقبة كرن تي بكلمش كرن تي انتظار كرن افتشتهاني ويبيباني فكأنه قال سانك خدای تعالى وها قوتيه أعد الله لهم هذا العذاب خدای تعالى جوانا في عذابي حاضر كيه فليكن لكم ذلك جلي مشركي مكي او جوارا بجبيتشتي يعني خدای تعالى وقتك
في آيات بيان دكا جوانا را تبي بني افتشتهاني افتشتهاني تيبك لمشكلن جواراجي لبيه بنا ايجا خدايه تعالى لو ما كو بيتشتي ضايا تكرار كلمه مالا يا اولي الالباب من المؤمنين ابي لطفا في تقوى الله وحذر عقابه اقو دبي اي انسان بعقل ربي عالم ادبر داش مؤمن را يعني وصا تلطفتك وصا باللطفه جوانا دي اي جالي انسان بعقل دي قاطبين دي قاطبين ونكب من زراري هاني من زراري كو امتي بري كتريكي ونكب نكي في تقوى الله لتقوى خدا دي قاطبين وحذر عقابي ومحافظة خش عذاب خدا بك ويجوز ان يراد دبك اوابجي احصاب السيئات واستقصاؤها عليهم في الدنيا ربي عالم ارادا كو غنيوان إحصاء السيئات حساب كرنا غنيوان واستقصاؤها عليهم في الدنيا يعني الدنيا إذا خدايت على قوزكو عز أوكيوان غنيوان بحسبينه بجميره شوابك تثبيت بك أبيض بيتش السيدة ويجوز أن يراده أفعل أقولي والمراد حساب الآخرة وعلى هذا مجيء حاسبنا وعزبنا ماضيين على ظاهرهما ها متوجه اعد يعني جمارك اعد الله لهم عذابا يعني خذيت على حسابك يا عذاب اعد لهم عذابا شديدا عذابك بشدتي حسابك للسلوان يعني شيء ويجب ان يراد احصاب السيئات يعني خذيت على غنيوان جمارتيه واستقصاؤها عليهم او يعني حتى صون درجه تشقص مناكرنه احصاب السيئات واستقصاؤها عليهم يعني غنيوان حسابتيه وصون درجه حتى تشقص انا تبي جمارتيه للدنيا ايضا سلوان واثباتها وفانا تب تثبيتك في صحائف الحفظه دي الصحيفه مثلا رقيب وعتيد يعني ربي عالم ذبي اف غني و قيدك ما اف من دقات بكن اف غنتين قيد كرن وني حسابي بانا بدن اجا بردا يعني قضايا الارض بي اف غني و نحسبهم او شق وكيف تقو بمعنى حساب كرنا مالي سيدة ما نوي ستلوي ايه فندم تشتكي يا بيجا وما اصيبوا به من العذاب في العاجل او تشتكو دو دنياي دا اوي لقى يوالج عذاب جي خدايت على وجه حسبينه نوصى ان يراد احصاء السيئات مالي واستقصاء عليهم في الدنيا واثباتها في الصحائف الحفظة وما اصيبوا به من العذاب في العاجل او تشتكو دو دنياي دا هاتي السري وانجي ربي عالمي تبي اوجه حسبينه مالي وان يكون عتاب ويجوز أن يراد ويجوز أن يكون عتاء وما عطف عليه صفة للقرية تبين صفة قرية وأعد الله لهم لهم جوابا لوكأين ما بين جوابا كأين أو شخص شو تشتبه يعني كأين سيدا ماله وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله تمام نوارا كأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبنا عتابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا أزولام عتت بعتت نوصى أنا بعتت بيك وفي جوابا كأيني وصنابي جوابا كأيين سيدا وصاد بي مني دبي و... و... ويجوز أن يكون عتات وما عطف عليه وكيم قيد عتا عمي ربيع ورسولي كأيين من قرية إيه؟ عتات يعني وكأيين من قرية وكأيين من قرية طمع. يعني من قرية صفته وقرية عتات وكم من قرية يعني جلك جهل قرية فرج أهل قرية عتد عن أمجرد نعم أزولان عتد بك صفة قرية له وكأي من قرية عتد عن من ربي ورسله فحاصبنا عظام شديد فزاق قرية
صفتي وانقر قراء أهل قراجك وعتد عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعسبنا عذابا مكرا فزاقت فزاقت أو جاقب الجواب كأين أجل فزاقت جواب شبه جواب كأين كأين أدعو صبا يعني عتد عن أمر ربها ورسله فحاسبنا عتد عن أمر ربها فزاقتنا أعد الله لهم تك جواب كأين نعم فزاقت ويانا أنا وأعد الله لهم جوابا لكي أعد الله لهم راسه خبرتني وكأي من قرية عن أمر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا أو شغي أعد جوابا كأي وعتتجي عتتجي وفزاقت عتت ومنت تبجي أوكن أوجي دم صفتي قريتي ماله أم در باسط من؟ أتد وما أغطس عليه رسولاً هو جبريل صلوات الله عليه مقصود بش رسولاً جبرايلا أبدل من ذكرى دم بلاش بش ذكراً ذكراً؟ يعني ذكرى رسولاً ما بكو رسول الله شمكي أنزلاي شما لأن وصف بتلاوة آيات الله هاتي وصف كنن أو رسول يعني آيات خديد خوينة فكان إنزاله نازل كنوي في معنى إنزال الذكر نازل كنوي يعني نازل كنا ذكريه معنوي أبا يعني ما وي نازل كريه معنى يعني ما أو الذكر كو بيرا نازل كريه فصح إبداله من ودبه عندي إبدال الرسول هم أو نازل دبه هم ذكر بذكريه نازل يعني نزول أو تبا وحيش به همبر عليه الصلاة والسلام أو وحي أني ناوي نزوله و القرآن جي نازل بفيرة يعني أو قرآن الدين يعني أزولام يعني شو مقصود ج رسول بخو يعني إنزال ويكو ذكرتينا عندي كش بالك إنزال ويكو ذكرتينا لو ما كده بقى بدل جبيش الرسول ده بدل جبيش ذكري ما بله فصح إبدال منه أو أمي وصى بيجن أو أريد بالذكر الشرفة مقصود بالذكر شرفة تاديكو ما قلت شي ما قو ماني ما قو يا أولي الألباب فتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني شرفا خدايا تعالى شرفك ناظر كده بروابا أو الشرف جيه كرسولة ها من قوله شوات قوتنا خدايا تعالى ده وإنه لذكر لك ولقومك أبي الشرفك يشترى وش قومي ترى سورة الزخرف آية تشلو شو قرآن دساوج قرآن دمر بالقرآن ماني لذكر لك ولق يعني شرفته قومة قرآن هذا بكت برد الذكر أمين معنى الشرفة وأو تشغي رسول أنت ببداش بشبه فأبدل منه أنت ببداش بشبه فكأنه في نفسه شرفا صانك أبيض النفس خد الشرف فيقول أو لأنه شرف للمنزل عليه أبي الشرفة جمون أبي كن نازل دباء لسري يعني المنزل عليه للمنزل عليه يعني بيغمبر عليه السلام كن نازل السريد به أبي هذا به الشرف جويرة يعني ذكر أو شغي مقصود جرسول ديسا مقصود جرسول حز جبرايل يا بيغمبر السلام هنا قابل منزل عليه رسول الله ملي وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله يعني أمر رسول هاني خوي مجد الشرف الباخده كو مقصود دمكي جذكري شرفة كقول تعالى عند ذي العرش مكين شو قد عند ذي العرش مكين أبد بردا مقصود به شيء سيدا قد بردا يعني بردا دخل سالم كفتاجات بر تاويل لخصنا بر لخصنا أريد بذكر الشرف من قوله فأبدل منه الرسول هذا بدل كنيش بذكرني كأنه سانكي الرسول في نفسي كأنه في نفسي شرفا تمام كأبرسول نفسه خدا شرفا إما كما لأنه شرف للمنزل عليه يمكن أصل تكنيش شرفاوية كمكي جبرائيل بذيات تينا جبرائيل مازنة
ذكرتي نج رسول الله رتنيه أي زمان شرف برسول الله يعني. وإما لأنه مجد وشرف عند الله ويأخذ أف رسول بخوز ذكر رسول يعني رسول بخوز لجم خدين مزنا. تقول تعالى إن ذي العرش مكين يعني الجم خدا فدي مكانة دمك يعني دمك شرف مزناتيا والجم خدا. يعني مقامي لبا خدا قونما ويهين. فدي مكانة قونما يعني. مالي. أو جعل لكسرة ذكره لله وعبادته كأنه ذكر أو جعل لكسرة ذكره لله جبركو أب رسول بري ذكرى خده دكا وعبادته خده دكا صانك بيا نفس الذكرى أو جات باش قبيلة زيد عدلني عندي أو بخو بيا ذكر يعني مثلا أب رسول شوات بالذكر وأن بكم بداش بيش ما بعيني بي إنما قبيلة زيد عدلني يعني بري ذكرى خده دكه بر ذكر خدي وعبادته خدي دكه عندي او بيه نفس ذكري او اريد ذا ذكرني جنب ضافك مقدر بكن ام بن خوي ذكره اي ملك اي ملكا مذكورا في السماوات وفي الامم كلها ملك كيه كنا بيوي ذا اسمان ودنا با امته بري تبا ذا بحسوي هي او ياجي او دل قوله انزل الله اليكم ذكرا على ارسله إجا تضمين ها تضمين أم بين أنزل 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 الله إليكم ذكرا يعني أرسل خدا تعالى نازل كي يعني شان دي ما بالبابا ذكرك فكأنه قيل أرسل رسوله ها أرسل يعني ذكرا أنزل ذكرا يعني أرسل رسوله يعني أو شغل أنزل ضمن خدا معنى أرسل قرتيها أو أعمل بلي بلي أو أعمله ياجي أمي فيجن يجي أنزل بمعنى أعمله أعمل الذكر سيدة جبريل شوت بذكر أنت بقى جبريل بقى أزولم ذكر أنت بقى جبريل بقى إيش تي يعني دبي مزاج ذكر وقت جبريل بقى رسول رسولا بكي بدلش بيشوي با أمي يتلو عليكم رسولا نت جبريل نابا ببدل أنزل سبب پیغمبر يعني ارسال رسول انزال ذكره يعني ذكر سبب مراد به مسبب يعني دبي دريدا انزال بيا سبب ارسال ايجاج بوكو بيا سبب ارسال دبي كو امكن رسولا بكن بدلش به ذكر نه بود عليكم على سيدا مالا شاكر گو انزل دودم نيدا ارسال تضمين بكن يعني ها چونكي ذكر نه با كو جبريل به وقت ذكر جبريل بقى الرسول يتلو عليكم محمد صلى الله عليه واله وسلم لا جبريل اه جاب ايرين انا بك ذكر جبريل بقى سيدا يعني د وان تاويلا تبدا د وان تاويلا تبدا يعني الرسول يتك بدل شبيش ذكر نيما كنت بدل بدل بكي بدل شبيش ذكر نيما هذه جار كي قول دا شرفين تمام او زاشنا في دمك مضاف كل سر ذكرنا عليه مذكور مقدره تمام او زاد بمفعول انزل تمام او زاد برسولا يتلوه تمام او رسولا يتلوه تمام او يا مضاف لم يدري تقدير تقدير كرياني تمام ايجا دل قول انزل الله اليكم ذكرا انزل الله اليكم ذكرا وترى يعني دل على ارسل تمام تضمينه الله إليكم ذكر يعني أرسل الله إليكم ذكر إنك سيدا أنا وقت إنزال الذكر شيء ببعض رسول الله را ويشاغي أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نابه مرسل چونك ذكر وحي لسركي نازل ببعض أو دبعض مرسل ماني بس سببك وحي شونا محمد برسول إيجا اما علي جبريل وحي جتنا بلي بلي بعضا بعضا جبرائيل سيدا بعضا پیغمبر لنا سليم على صالح يعني ده فردا بعضا يعني كو تضمين باب خوشي دي سا بعضا جبرائيل نه بعضا پیغمبر ها اذا جبريل دبي اري بلكي يعني كشاف وصابي كه فقط تفسير ذني وصا قبول ناكم دبي يعني دبي جبريل بي ذكر وقت جبريل بي رسول يتلو عليكم آيات الله أبيا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. ديساني الرست أوش بيغمبر دخوينة أوش بيغمبر دخوينة بيغمبر جو أمتر دخوينة فقط كشاف كشاف ده سبب ومسبب يعني ده سبب ومسبب
اشوي انا بيجه 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 كا مثلا مخصوص بي رسول الله يعني رسول الله يعني از از هنك جيبو خوينم فكانه قيل ارسل رسولا او اعمل ذكرا يا خدا شان دي رسولك يا او اعمل ذكرا يا جي عملي ذكرك كريا يعني او شاغي ذكران ذكران انزل بمعنى اعملي انزل بمعنى اعملي يا جي بمعنى ارسل او دل قوله انزل على ارسل تمام ياخذ دل على اعمله اي تمام اني او ذكر في رسولا اعمال المصدر في المفاعل او اعمل ذكرا في رسولا تمام خش ذكرا رسولا عمل في اعمال المصدر من وقت ما طلعش كلمه مصفى عم كلمه من انا بدا اقول تمام او اعمل الذكرا يجي ذكرا عمل كليا في رسولا ذكرا بخضر رسولا عمل كليا اعمال المصدر في المفاعل شو اكون مصدر مفعول خد عملت يا شو كده معنوي اي انزل الله ان ذكر رسولا ها خدات على ناظر كليا شو ناظر كليا كو ان ذكر رسولا كو رسولك شان دي يعني ان ارسل رسولا نص او ذكره رسولا ان يعني ذكره دمك ذكران دمك مصدر كيه اجا مصدر عجبا بمعنى فعلي تشخ بمعنى فعلي وقت ان ذكر بيانها ميشغي ان ذكر رسولا يعني ان او ذكر رسولا يعني ان ذكر او ذكر رسولا يعني مصدر مصدر يعني يك مصدر ويك جي ذكره رسولا مالي مالي وقول مسؤول فعلي بشي حصيك هاي مصدر فعلى بشي حصين مفعول به رسولا ماني وقرئ رسول جات يقولن على هو رسول انزله او شغي خبر جملتك معذوف لك هو ماني وليخرج الذين امنوا بعد انزاله جبويكو خدات على اهل ايمان درغه بشتكو ناظر كريا برسولي ای چوا پشتی کوی ناظر کریه اوی وان درخه جو تاریکی برونکایی و ای لیحصل لهم ما هم علیه الساعت من الایمان والعمل الصالح جو بوی کجوانا بده الدکرین ما هم علیه الساعت یعنی آنا کتی دانه اوی ایجا بده الدکرین وان جوانا جی من الایمان والعمل الصالح جو ایمان و عمل صالح جوانا بده الدکرین يعني ليخرج من الظلمات الى النور اهل ايمان درغه يعني اوي معنوي تشيه يعني بدا الذكر جوار ايمان عمل صالح شما لان كانوا وقت انزالي غير مؤمنين وقتك يعني وحي نازل بليه بيه ونمؤمن بونه بوحي بونه مؤمن وانما امنوا بعد الانزال والتبليغ اما انا انجاف ايمان انين بشت انزال بشت تبليغ او ليخرج الذين عرف منهم انهم يؤمنون يجب خدات على درخه وان كزك دزانه او ايمان بينن او اهل صلاحين شبك وان درخه ما في وحي تبليغ جطاريتي بال رونقايبا قرئ تاخذ الجلازيبه ابو شمخشري رحمه الله ديليبه زبران كذا على كل الحال يعني هر تماميلا جبريل عليه السلام جي قرتن و جبريل جي قد وقتا وحيدا ابانا ويقا فيت بشي قد بي ليخرج الذين آمنوا بعد انزالي بي بعد انزالي الودر مقدر ذكا دو وقتا انزالي دا اي مؤمنين انت بشي انزالي و تبليغي دا دبنا مؤمن ديسا جبران تفهم كرني كد ديسا او الا او رسولي وي دو ودر دا حضرت جبرايل عليه السلام سيدا وجوز القاضي على الإبدال وإعمال أنزل أن يراد بالرسولان محمد صلى الله عليه وسلم حتى وجوز القاضي على الإبدال وإعمال أنزل أن يراد برسولان محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل بمعنى أرسل وأنزل بمعنى أرسل حيث قال رسولان محمد صلى الله عليه وسلم يعني دبردا زمخشري نظام يعني دشنجوان دا كم ملائكة بيغمبرة أفضل تلن إلا في رسولي خصفة كتك حز جبرايل يعني إيه بي تأويل هذا زور لماكر يعني ها ملي
Yani şimdi kıra Hazreti Cebrail aleyhisselam ama vasi mazunatı iş tamam da Cebrail. E yani işte husa husa hus belli ya ibare da belli ya ki epey evkir yani ha zorlama kır yani. Ana cibuk Cibril mana Cibril cihye dikre. Çünkü o Resul irsale inzalına inzal ancak Cibril va kudu dikre. Acibuk enzele gotiye mecbur maya او تاويل جبريل جي كريه الودريا يوخسا انزلا نبانا ارسلا با جبريل قد بعض جبريل نبانا وكي أبو بيضاوي رحمه خود اللي با وهو لما الاكرادي أبو بيضاوي اگر ويجي انزلا معنى ارسلا معنى بك ايجاب يوقع تاويلا نذكرا مالم ام در باسطة بان قرية يدخلون بالياي والنون يدخلون ندخلون مالم قد أحسن الله له رزقا فيه معنى التعجب قد أحسن الله قاف الشكل نفسه معنى تعجبته وتعظيمه لما رزق المؤمن من الصوابي أو ما يقضي تعالى ويرزقه قدام مؤمن الصوابي تيدا معنى تعجبه هي يعني تشقاص رزقك صوابك مكافاتك خشك ربي عالمي ده وان كسي مؤمن آيات كي ما هي وهي آيات يجب قديم إذن وبيها ما بلا سورة كلمة جابك فأحسن الله لها رسلا فيها في معنى التعجبي مالي يعني أو رسخي كو تدي الدنيا إذا أنا أم دبينن وهم تب مسلمان وكافر جي تب فايدة لن ميج دبين غياوي أبي رسخات تشتكي قرشي آخرت تشتكي بداري بقيمتة مالي و دمك الدوي داري دا او تشتكي وسع جايب مزن هيكي لما كو قد احسن الله يعني بقدي و باحسنة و النسبة فعال جي كريا الله و لهو جي مقدم رسال رزقاني كريا يعني تشوف تعجبكي مزن خصيك يا مالي عينوس مالي زوران الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن خداي تعالى خلقيته حفظ طبق آسمان كريا و أرضي جي عيني وكوان يعني حف طبق أرض جي خداي تعالى إيب خلق كريا آفران دي خداي يتنزل الله أمشلهن يعني بري تفسيري عصري يعني حف طبق أرض سر هدونه بو معنى نظرش إيه والا معنى قد جي ليدخا سعادة كريا كنت بي أو شوى معنى كنت بي خلق سبع سماوات ومن الأرض خلق سبع سماوات وخلق الأرض مثلهن أوان أرض أرجي وكي آسمانا نك حفتا بخا شاك دلالة عظمة قدرة يكون خدات دهية أدغي أرض دا جيوسا دلالة عظمة قدرة خدات دهية يعني ومن الأرض يعني أرضي جيكو خدات على مثلهن دخل قيات دا وكمان خلق يعني كو حرف طبق يعني دلالة شوك وآسمان دلالة سر عظمة وقدرة وحدانية إلهاتك أب أرجي دلالة وكي أرضي وكي هو حرف آسمان أب أرجي دلالة سر عظمة وقدرة وحدانية ملي كشاف قصة أنا معنا ناك كام أمليها ملي يتنذل الأمر بينهن ربي عالمي أمريوي نازل دبدنا بين أبانا دا نابين آسمانا دا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير جبوي ومزامن ربي عالمي قوته قدرتاوي اقتداراوي راسري هرشتيه وان الله قد احاط بكل شيء علما يتنزل الامر بينه النجي سواء امر خدا اسمانا دا جاري دبا دا ارضي دا جي امر خدا جاري دبا يعني خلا باراني بدا شين بكا نكا شوا بكا خلقه يعني جبكا وكاوية وكي كسب تشكيتو نيه مالي مالي يعني كسكي بكا لا تشتكي بكا عين وصحيح وان الله قد احاط بكل شيء علما خداي تعالى علميتاوي هر تشتي خدا قرتيه قشط مشكريه خداي تعالى تشتكيش بني زانينا خدا درناي الله الذي خلق الله الذي خلق خدا يا ابي خلقيه دچك او مبتدا وخبر الله مبتدا الذي خلق ده خبري وقل مثلهن بالنصب عطفا على سبع سماوات يعني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن مثلون قلنا مثلهن بالنسبة او شرحت سبع سماوات مثلهن تمام خلق سبع سماوات وخلق مثلهن من الارض اوصفهن بل
وبالرفع إجا مثلهن على الابتداء وخبره من الأرض يعني ومن الأرض مثلهن ومثلهن من الأرض أو تشغل أو تشغل دبرك جملة مبتدا إشباراتية قيل ما في القرآن آية تدل على أن الأراضين السبع إلا هذه ده قرآن ده تو آيتك دلالة بك عرج حف طبقة تنش خير بآيته وقيل بيّن أن بين كل السبع أما أتنا سورة بقرة شاهدت يواتنا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أنا ولا تنا دوك يبرك يزج بس حتى أصل أبيت كتش كتنا أزولان زمخشري زمخشري بلكي حافظ القرآن مجيء وقيل بين بين محقق حافظ بل وقيل بين كل سماوين مسيرة 500 عام دنا بين ده هر ده آسمان دا قناخ 500 قناخ هيا وغلظ كل سماء كذلك قال اندي 500 سال سيدا 500 سال 500 سال اه مس يعني قناخ 500 سالي دنا بين هر دا آسمان دا هيا وقال اندي واجي عين وصايا ولا أرادونا مثل سماواتي أرجي وك آسمانا يتنذر الأمر بينهن وأمر خدا دنا بينهن أرجي وك آسمانا حتى بقى أرجي كل شيء إيه بس أزولا واي واي وري الصبر صبر 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 يا طبق يوشي أنا دي انتنات دون لبنان استاذ يبقي أبقي كلمة لبنان أدي مثل قلنا لدي وردوسة أو ميقرافونة أخرى أخرت كان لقينا سيدا مانا نوح سيدا مانا وشيد بي كاوة حق طبقية طبقة آقراوي هي طبقة كبريوي هي سر كبريوي هي قابل سر يعني أو دنجي تخورا خورا خوردك سيدا ميقرافونة تخورا خوردك وكي كنت بي آسمان حف طبقه جهدو هر آسمان كي قالن دي اوي 500 سالة بلن دي اوي آسمان النكارة 500 سالة دارده دا تشكيف ساتو نسيد نوان نكو مسافة طبقي عرضي بحضر صالانة يعني طبقك اوي هيا دبي كفره يك هيا دبي آوة يك هيا اوي ايري شد اوي نكا ايري هم اوي نكا نت اوكن يعني كو جهدو آيري آيري كل سر هدو نفلان تشتو شاتتو نا كورو امي آسيمانا انشوانا تنزاني خودش ترازي بس قيتو بي آسترونوت جا بس ملي يتنزل الامر بينهن ام حكم خدا جاري دبا نازد دبا دنا بينا اوان طبقي آسيمانا و اي ارضي دا يعني چه اي يجري امر الله وحكمه بينهن حكم خدا تي اجرا كرن دنا بينا اوان طبقي هاني دا وملكه ينفذ فيهن وملك خدا جي منفذة جيشرلية دباني هانينا مالي وعن قطادته في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه دهر آسيمان وهر أرضك دا مخلوقش مخلوق خدهان أمرش أمر خدهان حكمش حكم خدهان وقيل هو ما يدبر فيهن من عجائب تدبيره أب تدبير وتفجر خدا أبا عجائب كت إجرا كرن دبي آسمان وأرض دا وقري أ ينزل الأمر أنزل أنزل ينزل نفسه ينزل يتنزل الأمر جا ينزل الأمر أمر ينزل الأمر أصلا ينزل الأمر يعني خدا أمر نازل دك وعن ابن عباس أن النافع من الأزرق سأله هل تحت الأراضين خلق؟ قال نعم. قال فما الخلق؟ قال إما ملائكة أو جن. يعني دبان طبقي أرضي ده يقول يا ملائكة يا جنان. لتعلموا قرئ بالتاي والياي بيوت تواتنا خندن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سورة الطلاق بخوينة أول سورة سنة في عمر السلام وفات بك إن حديث درجة وشبة خدا چه تر زانه؟ ایت. سیدا. افن از نم. دبی و ما چه حدیث داوید از بیجه و ما قاله البيضاوي تبعا لزمخشري من انه صلى الله عليه وسلم و عليه قال من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث موضوع. اشته.
أنا بري مر حديث موضوعنا في باشيا سود فضل سورة ده بري مر حديث موضوع ملذنا أصابكم الله غني كثيرة أمانة.